أغنية وينك اللي هي صاغة شاعرين اثنين، فتحية عجلان وزوجها الشاعر علي الشرقاوي. وجدت صعوبة بتلحين نصين شعرين، ولا كان هناك تقارب بالفكرة، بفكرة أغنية وينك؟ هذه التجربة من التجارب اللي طلعتني خارج منطقة التلحين إلى منطقة التأليف، اللي أنا أحب دائما أوصل لها. الجملة الموسيقية تقود، تفتح الأفق، تؤلف نفسها وتضع نفسها بشكل أو بآخر في شكل متكامل. فلما أجي لمنطقة مثلا منطقة لحنية، نص علي الشرقاوي لا يستطيع أنه هو يتناسب مع الجملة اللحنية، فأنتقل إلى علي الشرقاوي في ديوان آخر أو في قصيدة أخرى لعلي وأجيب ما يتناسب مع لحني حتى وإن كان لا يتناسب مع الموضوع. فأخذ من علي بحيث أني أكمل شكل الأغنية، وبعدين أطلب من علي نجلس مع بعض عشان نصيغ الصياغة النهائية للعمل. في وينك حقيقة هذا المطلع قديم، يعني يرجع للثمانينات، وجلست مع علي وعملنا قصيدة كاملة لوينك ولم نستخدمها. لما جينا على ديوان جديد لفتحية اسمه بر وبحر، أعتقد بر وبحر أو خطاوي الريح، لقيت فيه نصوص قديمة ونصوص جديدة، ولقيت منطقة في قصيدة مقاطع تتناسب مع اللحن، فأخذتها. يعني علي وين، علي يقول وينك ما وحشتك عيني وحنيت إلى ولا نسيت، تدخل فتحية تقول أنا بحبك أفيض بشوق. وبعدين نجي حق منطقة ثانية تأليف جديد، علي ألف بسني منك ألم بسني منك مرار، وبعدين نرجع لفتحية أنا بحبك أفيض بشوق، وعلي ألف جديد تأليف ثاني خلاص رجع لي حمني وعود، حتى ما نأتي لمقطع اللي يقول وينك حبيبي وينك حياتي أفيض بشوق، اللي هي أنا بحبك أفيض بشوق ترارا درارارا. فهذا تأليف، وهذه تجربة تأخذ الوقت الطويل وتأخذ المجهود الكبير، لكنها ممتعة لأن تشعر بك بأنك أنت تؤلف. أنت لا تضع فقط، أنت لا تلحن كلمات، إنما في أفق موسيقي يدفعك باتجاه أن تتقدم موسيقيا، وأن النص يتبعك كما في حالة الشعر عندما يكتب نزار قباني أو علي أو محمد السويدي أو قاسم حداد، يكتب شعر فهو يكتب مدفوعا بروح الشعر وبموسيقى داخلية للشعر، مش مدفوع بلحن خالد أو بلحن محمد أو بلحن علي. أنا سمعت أنه غيرت كلمة أو كلمتين من كلمات الأغنية، هل هالشي صحيح؟ أي واحدة؟ أغنية وينك، هل في تغيير كلمة أو كلمة ما عجبتك وطلب تغييرها؟ لا لا، هو عزيزي ما يحصل تغيير، يعني إحنا نتفق على أنه هناك بعض المفردات اللي هي حلوة في الأغنية. في كلمة تحنحني أو على سبيل المثال، لا يعني لا مثلا أقول لك شيء، لما مثلا تجي مثلا كلمة كيفك، مثلا لو جات هي كيفك قفلة شطر تكون مؤذية لأن الكاف مسكونة، لكن لو كانت جات كيفك في جزء في نص الشطرة تعدي. فأحيانا أنا أجلس مع علي لتحسين المفردة اللي تلائم الموسيقى، وهذا يتم بالاتفاق بيني وبين علي وبيني وبين فتحية وبيني وبين محمد وبيني وبين قاسم وبيني وبين أصدقائي. بكل أحوال أنتو شكلتوا رباعي جميل جدا بهالأغنية، أتمنى إن شاء الله أن يستمع. قدمتونا إياها ووصلت مباشرة الحمد إلى لله قلوب المستمعين. على فكرة عزيزي حسين، عفوا لمقاطعتك، احنا في وينك، وهذا الكلام انا اوجهه لصديقي واخوي عبد الله الرويشد، وقلت لعبد الله واقولها امام الناس كلهم، اقول يا عبد الله من حق العرب عليك انك تكون موجود عربيا، مش فقط شعب الخليج يسمعك وجمهورك في الخليج يعرفك ويحترمك ويقدرك، انما ايضا من واجبك ان تجعل عبد الله الرويشد عربيا أكثر منا خليجيا. أنا في وينك إنما أحقق حلم حياتي بصوت عبد الله، أن يكون واحد من هالمنطقة، بدل ما أن يكون نجم فقط خليجي
يوصل للمنطقة يوصل العربية. للمنطقة العربية ويسمى فنان العرب. يعني هل تعتقد أن أغنية وينك ما وصلت للمنطقة نعم العربية؟ نعم، أنا في وينك إنما أحقق هذا الحلم، أن صوت مثل صوت عبد الله رويشد، صوت مثل صوت عبد المجيد عبد الله، صوت من 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 الأصوات الجميلة الموجودة عندنا في المنطقة، حرام أن تكون فقط خليجية، يجب أن تنتقل للعالم العربي، مش تنتقل بنجاح أغنية بلحن خليجي، لا، يجب أن نتبنى البعد العربي مش بس في موسيقانا، البعد العربي في حياتنا وفي تكويننا، يجب أن نقنع الآخرين من إخواننا العرب بأن هذه المنطقة في الخليج عندها استطاعة أن تقدم ثقافة وفن، مش فقط تقدم يعني أشكال غير فنية، وعفوا لكلمتي، إنما أنا أقول أنه علينا أن نقاتل من أجل الوصول إلى أشقائنا في العالم العربي بالجودة. فنان خالد الشيخ، ولكن عفوا لا أكد لك موضوع مهم جدا، أن أغنية وينك وصلت عربيا، وفي لبنان هالأغنية كان لها صدى كتير كبير، وخاصة أنه عبد الله رويشد صور هالأغنية بلبنان. نعم. بأحد المواقع السياحية بلبنان، ووصلت الأغنية عربيا وعجب فيها الناس هذا مكسب. جميعا هذا مكسب. هذا مكسب، ولكن أحب أعرف كيف تصل الأغنية. أنا قلت لك من وجهة نظري، وممكن وصلت لمجموعة من أصدقاء في لبنان أو في سوريا أو والدول العربية الأخرى، ولكن كيف تصل الأغنية الخليجية إلى المنطقة العربية إذا أنت عم تقول لعبد الله رويشد أنه حرام وصل الأغنية؟ نعم. كيف؟ أنا شوف أقول لك يا عزيزي، إذا نجيب مثل، بحبك يا لبنان يا وطني، غنوها العالم العربي وهي عن لبنان. نعم صح يا أخي، أنا بودي أنه نتبنى هذا البعد، لأن هذا البعد إنساني مش لبناني. البعد الإنساني، البعد الإنساني يصل ويتجاوز كل الحدود. البعد الإقليمي يظل دائما في إقليم معين، إما بفعل عوامل موضوعية واللي هي لها علاقة بالإعلام المحلي، أو بعوامل ذاتية، أنه أنا أقدم ألبس غترة وعقال عشان أبدو خليجي. نعم. وأتمسك بطبعي وإلى آخره على عيني وعراسي. لكن نحن متهمون في الخليج، أو ينظر إلينا في الخليج، وأتمنى أن أكون مخطئ، على أن إحنا إنتاجنا على الصعيد الثقافي والأدبي إنتاج محدود أو ضئيل. نحن نستطيع أن نبني الجامعات والمساجد ونشق الطرق ونبني ونتبرع ونسوي، لكن على المستوى الفني نحن لا نمتلك حضور. لا يمكن أنك أنت تمتلك حضور إن لم يكن البعد العربي والبعد الإنساني في موسيقتك وفي كلامك وفي ثقافتك وفي علينا أن إحنا نقنع اللبناني والمصري والسوري بأن إحنا يعني نستحق أن ينظر إلينا بعين التقدير لإنتاجنا الفني، مش لتواجدنا الفني في الصيف في النوادي وفي المر، لا، أنه مش كل ما يقدم هو حق يعني، إنما أنا أقصد القيمة الثقافية والقيمة الحضارية، لأنه هذه الشعوب في هذه المنطقة عندها القدرة على أن تخلق وتعطي وتبدع، وهذه مسؤولية عبد الله ومسؤولية عبد المجيد ومسؤولية خالد، إنهم يفتحوا نوافذ أخرى على العالم العربي. وينك تأتي كمحاولة بسيطة في هذا المجال. الستايل اللي انحطت فيه الأغنية، الإيقاعات اللي انحطت فيها الأغنية، الطبيعة اللي الطبيعة الموسيقية الجذابة اللي وضعها أشرف محروس في توزيعها، ساهمت في أن لا تصبح الأغنية جماهيرية في المسرح أو في جلسة وأنها تطلب في الأعراس، إنما هي لا تطلب في مواقع أخرى. بالضبط. وهذه مسؤولية عبد الله أن يخترق هذا البعد والأفق الجميل اللي اسمه العربي مش المحلي.
طابور الأضاحي في ثوبها الزيزفوني يا ليلي، وانتي قوافي قصيدة أغمض عليها جفوني يا ليلي. تضحك زهور الأقاحي في ثوبها الزيزفوني، وانتي قوافي قصيدة أغمض عليها جفوني يا ليلي. أو من سما الشوق. فأنا خلت الشيخ حابين نعرف دور المرأة بحياة خلدش. والله يا أخي المرأة تحاصرني من جميع الزوايا. أولا أنا أب لخمسة بنات، الله يخليهم، وفي البيت أعيش محاصر بين زوجتي وبين البنات، وأشوف أن الفن يستطيع أن يصنع من عائلة الفنان عائلة مميزة في كل النواحي، ويستطيع أيضا أن يدمر عائلة الفنان. وأول المستفيدين من عائلة الفنان هم أبناءه أو بناته، وأول الخاسرين هي زوجته وبعدين بناته أو أبناءه. فلذلك أنا تعلمت أنه ما في أحلى من البيت، ما في أحلى من امرأة خاصة، وما في أحلى من مشاعر حقيقية اسمها أطفال في البيت. محاط فيهم الإنسان يشعر داخل بينهم أن العالم كله بين يده. أتمنى السعادة لجميع العوائل سواء كانت عوائل فنانين أو عوائل. نوجه لهم تحياتنا بكل أحوال للأسرة الكريمة. شكرا لك. سامسمعونا بدولة البحرين وعم بيشوفونا معنا كمان.